السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. دائما جوله سريعه مع الاخبار اللي تخص لاعب الدوري الجزائري سعيد بالرحمه حول انتقاله الى نادي وسهام الانجليزي. بعد ما اكدت سكاي سبور البريطانيه ان سعيد بالرحمه يخضع لفحص طبي في وسهام قبل انتقاله الى برنتفورد اليوم، بعد ما وافق سعيد بالرحمة على الشروط الشخصية لعقد مدته 5 سنوات قبل انتقال محتمل بقيمة 30 مليون جنيه استرليني إلى نادي وسهام. خرج صحفي دافيد أورنستين، هذا دافيد أورنستين هذا هو الصحفي اللي تكلم سابقا على صفقة بالرحمة لوسهام وقيمتها 30 مليون جنيه استرليني. اليوم خرج وأكد أنه سعيد بالرحمة اجتاز الفحص الطبي الأول اليوم، والجزء الثاني، هذا الجزء الأول للفحص الطبي اجتازه اليوم، والجزء الثاني للفحص الطبي راح يكون غدا، تومورو يعني بالإنجليزية غدا صباحا، غدا صباحا تومورو مورنينج. ومن بعدها يتطرق العقد سعيد بالرحمة 25 مليون جنيه استرليني زائد 5 ملايين جنيه استرليني كإضافات اللي تكلم عليها الاسبوع اللي فات، درعا تكلم عليها هذا الصحفي المعروف دافيد أورنستين. ايضا هناك من قبل ما يتكلم هذا دافيد أورنستين، خروج بعض صاحب ولا ادمن صفحه الجماهير في تويتر جماهير وسام ينفي خبر مفاده موقع وهمي او حبي يجيب خبر ويدير به الشهره ولا الباز. هذا الموقع قال بلي سعيد بالرحمه فشل في اجتياز الفحص الطبي بسبب انه عنده اصابه عضليه ومشكل عضلي. لكن صفحه الانصار تؤكد انها لا يوجد عندها حساب اخر، بل هذا حساب وهمي، فيك اكونت، فيك اكونت يعني حساب وهمي ما كانش منه يعني الحساب هذا اللي يقول بلي سعيد بالرحمة راهو فشل في الاجتياز فحص طبي بسبب مشكل عضلي. لكن بعدها خرج دافيد أرنوسين يأكد انه سعيد بالرحمة اجتياز الفحص الطبي الجزء الاول من الفحص الطبي اليوم، وغدا صباحا راح يجتاز الفحص الطبي، ويأكد انه على الصفقة 25 مليون جنيه استرليني زائد 5 ملايين جنيه استرليني اضافات. اذا ننتظر ان شاء الله الغدا، ان شاء الله تكون اخبار سعيده، وان شاء الله نشوف سعيد بالرحمه في نادي وسهام، وان شاء الله نشوف سعيد بالرحمه يلعب الدوري الانجليزي الممتاز، يلعب في البريمير ليج. هذا ان شاء الله اتمناه، وكل جزائر كل جماهير جزائريه تتمنى تشوف سعيد بالرحمه يلعب في الدوري الانجليزي الممتاز. نتمنى كل التوفيق لسعيد بالرحمه وكل لاعبي المنتخب الوطني. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.